تجمع علماء الآثار وخبراء التراث السوريون مع فريق التراث في إيطاليا وبولندا في تادمور القديمة أمس الخميس، وذلك من أجل تسجيل الآثار المدمرة سعيا إلى التمكن من إحياء الصورة الأصلية لهذه المدينة التاريخية القديمة التي تم تدميرها من قبل التنظيم المتطرف. وفقا لعلماء التراث السوريين فإن مدينة تادمور القديمة مخلقة حاليا أمام جمهور، والآن يقوم جنود مهندسون روس بأعمال إزالة الألقام داخل المدينة، كما بدأ علماء التراث عملية التسجيل والترميز للآثار المدمرة، لكن تسجيل آثار مدمرة وحده سيستغرق كثير من الوقت والقوة العامل. لا، حتى الآن نقوم بأعمال التوثيق لأن حجم الأضرار كبير في البناء العام للمتحف. البناء الرئيسي أضرار كبيرة في البناء، فنقوم حاليا بإعادة التوثيق ما جرى بشكل دقيق، ويحتاج هذا إلى وقت من أجل بدء بأعمال الترميم. العمل دقيق وحساس في المتحف ويحتاج إلى حذر وهدوء حقيقة من أجل أن لا نفقد أي شيء من مقتنيات المتحف. يذكر أن مدينة تادمور تقع في وسط سوريا ويرجع تاريخها إلى أكثر من 2000 عام، وهي معروفة باسم عروس الصحراء، وتربط المناطق الصحراوية واقع شرق سوريا بالمدن الغربية. وتقع تادمور على بعد ما يزيد عن 200 كيلومتر من العاصمة دمشق، وتتمتع بموقع استراتيجي بارز. لقد أدرجت مجموعة آثار ذات خصائص رومانية إلى قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي من قبل يونسكو. في مايو عام 2015 سيطرت جماعات متطرفة على مدينة تادمور القديمة ثم دمرتها، وفي نهاية مارس من العام الجاري استعادت القوات الحكومية السورية هذه المدينة.